من ضمن النماذج برضو اللي كرمها سيادة الرئيس المهندس خليل حماد سلام. المهندس خليل بيعمل في قطاع الكهرباء بالشيخ زويد. ده حقيقي المهندس خليل، رغم الظروف الصعبة وعمليات التخريب اللي كانت موجودة من قبل الإرهابيين، واصل العمل وأصر على تأمين وتوصيل الكهرباء بجميع قرى الشيخ زويد والعريش بكفاءة كبيرة. وهو معانا دلوقتي عبر الهاتف. صباح الخير عليك يا بطل. فندم. ألو. ألو، معاك يا فندم. صباح النور يا فندم. صباح النور عليك. يعني كلنا عارفين ان يعني قطاع الكهرباء من ابرز القطاعات الحكوميه اللي عانت كتير، وكان ليها ابطال وكان ليها شهداء وكان ليها مصابين في فترات الانفلات اللي حصلت. كلمنا عن اللحظات اللي حصلت معاك، عشت ازاي ايام الفوضى والتخريب؟ اقول لسعادتك يا فندم، احنا اول حاجه اللي شاف غير عن اللي سمع عن تحرير سيناء والارهاب الاسود. اكيد سيناء اتحررت بالدم والثمن غالي جدا. احنا زي ما في استشهد خيرة اجناد الارض في سيناء، استشهد مننا موظفين ويصيب مننا موظفين كتير. فالحمد لله يعني، بس قدرنا باصرار وقيادة الجيش معانا، القوات المسلحة ساعدونا ان نوصل الكهرباء والخدمة للمواطنين والقرى وما تأخرناش لحظة. حضرتك بتقول دلوقتي اللي عاش غير اللي سمع، ايه ابرز المواقف اللي يمكن انت مش قادر تنساها تعرضت ليها وكان فيها خطر على حياتك؟ يا فندم احنا طول الفتره اللي فاتت كانت فتره صعبه وقاسيه جدا. كان نيجي نلاقي الكهرباء ضلمت، نروح نلاقي الابراج واقعه، الكابلات مقطوعه، رسائل التهديد بالقتل والذبح والموت لو وصلت، ان نلاقي الرساله متعلقه في البرج اللي واقع او في الكابل اللي واقع. ناخد الرسائل دي ونشتغل، نرجع بعد فتره تتقطع تاني نرجع. كان في اصرار وعزيمه مع القوات المسلحه، احنا موظفين لكن لبسنا الخوذه ولبسنا الواقي ودخلنا مع قواتنا المسلحه في معركه مع الارهاب. طب انت ازاي اصريت تكمل شغلك وسط كل الظروف دي؟ عملت ايه؟ كنت بتتجنب ازاي ان يحصل لك حاجه لا قدر الله؟ والله يا فندم في مناطق كنا بنجبر على نفسنا وندخلها وبنستشهد واحنا داخلين، يعني كل خطوه الواحد بتشاهد. في مناطق كانت القوات المسلحه بتسمع تيجي معانا تامين معانا في المواقع اللي هي شايفه انها تخش معانا تامين بنخش بيها. وانا حتى امبارح قلت في كلمه، قلت المفروض الحاجه الوحيده، احنا كنا فئه، احنا امبارح كنا يعني مبسوطين وشرف لينا ان نتكرم، لكن بامانه الحاجه الوحيده اللي زعلتني امبارح اني انا كنت اعرف ضباط كتير وموظفين كتير معايا، اني زعلت ان هم كانوا المفروض يبقوا متكرمين معانا، لكن ربنا سبحانه وتعالى اختارهم في مكان احسن مننا. رحمه الله. اكيد يعني اتكرموا تكريم كبير جدا جدا ونحتسبهم عند الله شهداء. بجد هو ده الحاجه اللي كانت يعني اللي كانت جايه في خاطري امبارح. طيب احساسك ايه وانت بتتكرم من رئيس الجمهوريه؟ احساس لا يوصف، احساس سعاده كبيره يعني. لما احنا كنا بنشتغل والحمد لله نلاقي انه مجهودنا عند قائد عظيم، قائد رئيس جمهوريه مصر العربيه، دي حاجه كبيره قوي يعني. دي لفته طيبه جدا. ودي رساله وتكريم لكل شركه الكهرباء، لان انا استشهد عندي ثلاثه في يوم واحد. ثلاثة في موظفين في الكهرباء استشهدوا في يوم واحد، ده غير الإصابات. الله يرحمهم، الله يرحمهم يا رب. طب طمني دلوقتي قطاع الكهرباء عامل إيه في سيناء بعد إعادة التنمية ودخول المرافق واستتباب الأمن؟ النهاردة الصورة عاملة إزاي واختلفت إزاي؟ يا فندم إحنا بعد معركة التحرير دخلنا في معركة البناء والتحدي. شركة الكهرباء، شركة توزيع كهرباء القناة، إحنا دلوقتي بنعمر شبكة اتدمرت. الشركة ما بتبخلش على الناس بحاجة، بنوصل آبار زراعية، بنوصل تجمعات سكنية، الشركة شغالة بكافة الإمكانيات بتاعتها. الحمد لله الأمور تمام، 90% من المشاكل بتاعت الكهرباء اتحلت بإذن الله، عملنا محطة محولات جديدة في الشلاق تغذي شيخ زويد ورفح، يعني الأمور إن شاء الله للأحسن والأفضل بإذن الله تعالى.
نشكرك يا بطل المهندس خليل حماد سلام، أحد المكرمين من رئيس السيسي. في الحقيقة احنا كمان بنشكر كل فرد قام بشغله على أكمل وجه في وقت زي ما كان أستاذ حماد بيقول، اللي بيسمع غير اللي بيشوف. احنا متأكدين معاناة نفسها للي عايش فيها كانت كبيرة جدا، برغم من ده أهالي سيناء كان عندهم إصرار وعزيمة إن هم يكملوا شغلهم ويكملوا إعادة الإعمار لسيناء. كل الشكر ليك.